السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي في كل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب تونس ليبيا وموريتانيا. خاوتي كما شفتوا في العنوان، جماعة زفزاف من المكتب الفيدرالي يخططون للبقاء لأطول مدة في الاتحاد الجزائري لكرة القدم لتسييره بعد مهازل ومهازل كبيرة. للأسف هذه الجماعة همها هو علاوات السفر لبريم الخنصة لزافير البريستيج في ليزوتيل ولي بريم ومرافقة الأندية ومرافقة المنتخبات الوطنية في السفريات وفطر، يأكلوا ويشربوا ويضربوا جوكينج ويطلق روحه. للأسف هذا هو حال مكتب زفزاف، حال ضعيف وضعيف جدا بعد نهاية المنتظرة والمأساوية لرئيسهم جارية عصابة سيدي موسى قريقش. جاء الدور لأعضائه الذين يحاولون بكل الطرق بقائهم على الأقل، على الأقل حتى الجمعية العامة العادية شهر أفريل القادم. نمناش في وقت تعتدي على الوقت، لازم نعطيكم حلول كيف يرحلون هادو المرتزقة من البيرو فيدرال. مرتزقة تخلوا أعراب مؤقتا لمدة 45 يوم أو شهرين ما كانت المشكلة، ولكن بقى كل هذه كل دوك المرتزقة تاع البيرو فيدرال فهذا ألف لا وألف لا، وسنقوم القيامة عليكم ونجبدكم واحد بواحد البيرو فيدرال، واحد بواحد نعريه كاع اللي زاف لكم دولهم، باسكو انا على بالي بلي نتوما عرة الكرة الجزائرية. هذا البيرو فيدرال فات البيرو تاع عمارة، فاتح سنوات ضوئية، فيه غير فوايو، فيه واحد العباد انورمال بقدرة قادر رجع بيرو فيدرال. ما فهمتش، كاين عباد عمر ما كانش يحلم باش يدخل الاتحادية، رجع بيرو فيدرال مع زفزاف ورجع يدير اجتماعات. هذا سيكوا هذا لهاد الدرجة؟ لهاد اليوم من هذا المنبر غادي نمدوا حلول استعجالية لوزارة الشباب والرياضة لأن تأكتيفي بطرد هاد الهيشر. يا خاوة باغيين يقعدوا يكملوا الموندا تاعهم، باغي يديروا اعراب انسان عاقل راك تعرفوا، اعراب هنيني نهنيك ما يحك ما يسوك كيما يقولوا نورمال كاكادا بسطي شغل العقليه تاع عاقلين راح معاه لابيجون. نكونوا واقعيين، اعراب ما دار والو في غير باش عاون، ما دار والو. الناس خرجت تهضر قال لك بلي اعراب جاب لها 15 صوت، حشمو شويه هتقولوها لنا حنا هذه، هنقولوها الهيشر هذا اللي راه يروج باللي 14 صوتي جابه زفزاف جاب لها عراب. نقول انت انسان مريض نفسي الكذب هذا لهذه الدرجه؟ ها نعرف الامور كي راهي تدور، عراب تقول عاقل وفاهمين، نقول لكم عاقل وفاهمين، ما يجيبش ربع صوت من افريقيا. كون دروك ندير معاه حاجه الله يوطي، نقول اعطيني اسم الاتحاديه الفلانيه، رئيس الاتحاديه تاع كينيا ما عرفاش كيسمو، تقول رئيس الاتحاديه تاع مالي ما يعرفاش، حجمو شويه صح. يقعد بولانتيري يعاون باش يدير هذه المرحله الانتقاليه تاع شهرين نقابيها ويصلح ما يمكن اصلاحه في الاتحاد الجزائري، باسكو كاين امور استعجاليه خاصه في سلك التحكيم، كاين امور استعجاليه لازم حل لجنه التحكيم اللي دارت فضائح كبرى، لجنه التحكيم بقياده البارون لازم تحل في اقرب وقت. هذه سي تري لوجيك، بما اللي شجيت على ماتش تحكيم نديروا له نهار باذن الله، ولكن الجماعه راهم باين يقعدوا حتى 2025 حتى لمارس، وعلى الاقل على الاقل يقدروا يقعدوا كون يبغوا يخيطوها مليح يقعدوا حتى لمارس ولا افريل 2024، وهي العهده تاعهم تكمل حتى 2025. باسكو كاين فراغ قانوني. اليوم جاتني معلومه من الاتحاد الجزائري، معلومه رسميه من الاتحاد الجزائري، ومديتها لاصدقاء الصحفيين باش يزيدوا يهضروا عليها غدا او في السهره اليوم ان شاء الله في بعض القنوات. قلت لهم ها شكاين شكاين، عطيتهم معلومه رسميه. اما اليوم دبيشي قال المحيط تاعو ما ينجمش هذا
اعراب يكونفوكي لاسومبلي جينيرال اكستراوردينير، الجمعيه العامه الاستثنائيه، ما يتمش يكونفوكيها. قال لك في لي ستاتي كاين فريق يقولوا لما يستقيل رئيس اتحاديه يجي يتراس الاتحاديه النائب تاعو وهو اوتوماتيك معرب، ويبقاو حتى الجمعيه العامه العاديه من اجل يفاليدو وياكدوا يفاليدو لا ديميسيون الاستقاله تاع زفزاف. وهذه بعيده بزاف، لكن كاين حل شباب نمدوه للوزاره، ولازم الوزاره تكون عندكم باش لغمها. حماد خويا ما هضرناش عليك لا بمليحه لا مش مليحه، ولكن هذه هي رسالتنا ليك، لازم تحل هذا البيرو فيدرال، لانهم حاولوا يخرجوا زفزاف باري مالادي باش يبقاو اوتوماتيكمون، ولكن مزيه زفزاف استقاله، ولكن زفزاف في الفيديو تاعه لم يقل استقال كل مكتبي، قال استقلت. وهنا لب الموضوع، نورمالمون زفزاف يدير ان بي اف ويرغم صحابه على الاستقاله، لكن هو تقلق حمات له في الفرع. رجعنا للمام خطا تاع عمارة الفار في المعين لما استقال والبي اف ماشي يستقيل معاه، جرنا نفس الاسطوانه، ولكن هذه المره كاين خطه كيما دار الخطه اللي دارها المهبول تاع سبقاق دارها مع عمارة. كاين خطه اللي هذا البيرو فيدرال يتحل نهائيا وبلغه القانون، واحد ما يطيقش يدير. كاين الكوميل، كاين ازدواجيه المناصب باستقاله زفزاف، دونك خاص ثلاث اعضاء يستقيلوا المكتب الفيدرالي يحل نهائيا استقاله الرئيس. كاين الكيميل يتوشي شنتوف تاع السيربي، لازم يرجع السيربي، ولا لازم الوزاره تضغط مع دبيشي. كاين رئيس رابطه اضرار لازم يستقيل، وكاين رئيس رابطه هذاك الخرشوف تاع خبوز هذاك اللي الماكله يعطيوها هذاك خبوز. نقول حاجه، رجعت انت والزيرو اكثر، انت فوا دي زيرو خبوز تاع برج باريس باين غادي يرجع للرابطه تاعو. هذو ما بغاوش اكسبتو الدوله القانون كيميل على درناه باش تلعبوا به، غير اتحاديه جزاك كره القدم تلعب به، لازم يتاكتيف، لازم الوزير يبعث بتعليمه ايرجون لوزاره الشباب والرياضه الى الفاف بتفعيل دو كيميل دو فونكسيون. باش حمد انت انسان عاقل بصح راقد بزاف، بينا حنا تيديك مازال ما طحنا عليك، طحت انا، طحت على سبقة، طحت على خالدي شويه طحت عليه غير في كالكو غلطات. خالدي كاع حكم بصح سبقة انا كليت له لحم سبقة، اما انت ما تخليش نحبوك مسيو حمد، لازم تتقلع فيها حمد خويا، انت رياضي سابق انسان عاقل ولكن عقوليه ماشي هالدرجه. بور لو مومون لازم اكتيفي كيميل وديروا خط الطريق، لازم الوزاره تخرج بخط الطريق. هادو هذا عربي تبع واش قالت له الوزاره، عربي اللي با ميشوم شي قبيح كيما يقولوا له يدير. ولازم هذا دبيشي، باسكو دبيشي راه يقول بلي كاين فارق قانوني، ما نجموش نكونفوكو لاسومبلي جينيرال كسميها لي يا ربي اسومبلي جينيرال اكستراوردينار استثنائيه. قال لك يقال حتى العاديه بزاف، لازم البيرو فيدرال ينحل في الاسبوعين القادمين ويقوموا باستدعاء جمعيه عامه استثنائيه ويديروا انتخابات ويجيبوا لنا كوموندوس في الاتحاديه اللي ينقذ ما يمكن انقاذه. هذه المره ما فيهاش زعقه، لازم الامور ترجع الى نصابها بزاف بزاف وبزاف وبزاف. لحق السيلوسو باساي، اما لا بال راهي عند مسيو حمد وزير الشباب والرياضه. حمد خويا انت انسان عاقل بصح ما غاديش هادو الهاشر يجيو يلعبوا عليك، هذا بيرو فيدرال غير تاع مهابيل. انا قالوا لي انا من يقول زفزاف بريزيدون، هضرت غايه بريزيدون بنت غايه بريزيدون بنت غايه، يحموا له فرفره مسكين هذاك زفزاف، من بعد عنده رئيس خاصني بريما، رئيس خاصني يخرج مع الأ مع البي، رئيس عاد باغي يخرج مع ايفان تروا، رئيس باغي يخرج مع تاع الشاطئين السعوديه، رئيس باغي يروح مع ايفان تروا العنابه، الرئيس ديك هي الكذب. واحد ما يعرفش قانون تاع بوره ما يعرفهاش، تقول له شنو تهضر معاهم يقول لك ما على بالناش. شحال واحد حكى مع هذو اللي بياف قال لهم كاين شي وضعيه قانونيه لكم على باليش، كيف انت في اتحاديه ما تعرفش القوانين؟ والو تهاي شير ديريكت غير ماكله ولي بريم ولي في ادميسيون، ها بزاف. هذاك خبوز مقابل غير لي زوتيل والكذب والطبلعيط، خبوز دخلت مزبل التاريخ تاع شاماني، ما نمشي راني ما نبغيكش يا خبوز،
عبك كل اعضاء الجمعيه العامه راهم يذبحوا فيك اليو قال لك تبدل انسان طماع انسان ساقط لاقصى درجه وكاين ساقطين عسر كاين هذاك هي حمو تاع علم الله علم الله بيرو في دار هذاك الهجر تاع علم الله بيرو في دار مشي نهبل نمشي نقيس راسي قال لك مستقبل واحد كتبوا عليه في الديباج قال لك مستقبل الكره الجزائريه بعد ارواح لست تابع لها يا طرف نورمال تو تيكيت بيت على ورا ورا دباك دبا نهايه هذا العام يدير بحال طروفه ولا كطفه بالكريتيك صافا هكا ونتحدى يتبت واحد عكس كلامي ما عندش تو تابع لي اي طرف من هذا المنبر الوزير الناس راه باغي تبقى تحوس تناور اما انا انا الاوان للترسيم تفعيل دوبل كوميل دو فونكسيون لازم هذا هو الحل حل سهل قانوني خليتوه اكوتي كما فعلوه مع شوشابيل ومع تاع سعيده ومع اوكالي يتفعل هذه المره ما عندنا وين نروحوا بكم هادو زبزب كارثه هادو كوارث على الكوارث هادو دي ما داروا والو عمرهم ما ناكلوا في بيرو فيدرا كيما يقول لهم يديروا وما فاهم فيها والو دخلونا في حيدر كونترال سيليكسيون بلا اوبجيكتيف صاحبي غير ماكله ولي بريم اقصاءات متتاليه فضائح هذاك مدان في كل محضر يحضر وراكم رايحين حشموا على عرضكم حشموا روحو ديالكم شاوروا نتوما نتكلوا عليكم انا كون جات عليا القانون عند الفوق من الفوق هذا الجمعيه العامه كاع تيريهم كي بيرو في ذاك الجمعيه كاع بنيو يروحوا بزاف شنو نقول لكم الوزير راهي في يدك لابال نقارعوك شنو دير فايدو نتاعك ان شاء الله تلحقنا اخبار ساره تحيه لكم خاوتي 1 2 3 فيفا لاجيري